خلونا دلوقتي نروح في جولة في المحافظات المصرية. معانا النهارده مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات المصرية، ومنها إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بتكلفة بتصل ل 8 ملايين جنيه في سوهاج، وبدء المرحلة الثانية من مشروع الهوية البصرية في أسوان. صحيح، وامبارح أيضا في أخبار المحافظات تم افتتاح 3 منافذ لفرز القمامة من المنبع في دمنهور وأبو المطامير بمحافظة البحيرة، كما تم أيضا فحص 1775 مواطن بالمجان ضمن قوافل حياة كريمة في محافظة دمياط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من سوهاج اللي انتهت فيها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة بتكلفة بلغت 8 مليون جنيه، وده ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخطة الاستثمارية للمحافظة. فأسوان تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الهوية البصرية من خلال توزيع المهام والتكليفات الرئاسية بشكل متناغم ومتناسق بين الوزارات المختصة ومحافظة أسوان والجامعة الألمانية. في البحيرة تم افتتاح 3 منافذ جديدة لفصل القمامة من المنبع، أحدهم بقرية الحديني مركز دمنهور، بالإضافة لفتح منفذين آخرين في الأبعدية وزاوية صقر بأبو المطامير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير منظومة النظافة في القرى المستهدفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في أسيوط بيتم استكمال أعمال رصف شوارع منطقة الأربعين بنطاق حي غرب مدينة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2022-2023، وده لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. في الدقهلية تم تسليم الدفعة الأولى من صناديق القمامة اللي بتعمل على سيارات المكبس لجمع القمامة ضمن الخطة الاستثمارية لتوزيعها على عدد من المراكز والمدن والأحياء، وبتحتوي الدفعة الأولى على 70 صندوق من إجمالي 366 صندوق تم التعاقد عليهم لدعم منظومة النظافة. في مطروح استقبلت المحافظة قافلة الأشجار والشتلات اللي بتضم 80,000 شجرة، وده ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. في دمياط تم تنظيم قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان داخل إحدى القرى التابعة لمركز فرسكور، وده في إطار فعاليات مبادرة حياة كريمة، وتمكنت القافلة من فحص 1775 مواطن وتقديم كافة الخدمات العلاجية ليهم بالمجان.